السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير احوالكم؟ كلشي لاباس؟ ان شاء الله فيديو جديد. ان شاء الله غنديروا اليوم، ما غنديروش الموديلات اليوم، ان شاء الله غنديروا في الصاله باذن الله. بالنسبه للحبابات اللي بغين يتعلموا في الصاله، مرحبا بهم. اول حاجه ان شاء الله قبل ما نبداو ديما كنعاودوها، واخا قلنا حنا كنكثروا منها، ولكن هادشي اللي عطى الله باش تكبر القناه ديالنا. ان شاء الله لي زابوني اللي ما تابوناش دابا، كاينه تبارك الله نسبه المشاهده، ولكن لي زابوني قلال تقريبا، الناس كيشوفوا ولكن ما كيتابوناش. ان شاء الله سميتو تابوناو، تفعلوا الجرس وضغطوا على الجيم، هذيك الحلمه اللي دايره هكا. ان شاء الله باش تنشاشر الفيديو، وانا اللي بغي باش تولي يطلع لينا القناه ديالنا ان شاء الله. المهم ان شاء الله اليوم هذاك النهار ورينا كيفاش تخت العبارات، دابا ان شاء الله غنديروا هذاك العبار اللي خديناه كيفاش غنحطوه ان شاء الله في الثوم. كنا هضرنا على الكساف، اننا غنقسموهم على جوج، ضربنا الدوره هنايا وشديناها قسمناها على اربعه. هذاك الربع اللي خديناه هو اللي غنطبقوه اليوم ان شاء الله على الثوم، وان شاء الله غنشوفوا الحويجات اللي كنخدموا بهم. والله قدرنا انني نقدر نوصل لكم الفكره، وانها توصل الفكره مزيان ان شاء الله. اول حاجه اليوم عندنا هاد الثوم ديال السيده ديال اختي عائشه، كليانه ديالنا الله يحفظها. المهم عندنا هنايا المليفه كشمير، دقيقه ثوب. المهم اول حاجه بالنسبه ليا الله كيف جات خيطه، بعض المرات الناس ما كيعرفوش ما بين الوجه والثوب. الحاجه اللي غتبين ليا ما بين الوجه والثوب هي هاد الكتبه، ها هي غتبان لكم هنا هاد الكتبه. الوجه ديالها ملي كتبان ناصحه عرفوا داك هو الوجه، واللي كتبان الكتبه ما كتبانش فيها وما واضحاش راه هذاك هو الظهر، هو الظهر ديال الثوب. هنا هاهي دابا شدينا اللي فيها الكتبه واضحه، هي اللي درناها لداخل، خزنا الوجه وبركة نخدم على الظهر ان شاء الله. اول حاجه كنديروها على جوج، ها هويا كنينا الثوب على جوج، حيت واحد الباندا كتكون هنا واحد السينته راه حيتها. اول حاجه ان شاء الله ديما الجليل كيكونوا عندنا هنا، الجليل عندنا هنا ديما، هنا كيكون الجلال وهنا كيكونوا الكتاف. المهم ان شاء الله هنا عندنا الجلابه، ماشي ايفازي، ما غنديروش لها ديك الدخله لان المراه ما كتبغيش هذيك الدخله. ودابا حتى دابا ولات درجة ان حتى البنات ما بقاش باغيين هذاك الايفازي، كاين اللي كيبغيها دغوا يكون مرتاح فيها اكثر. هنا ان شاء الله عندنا اول حاجه غناخذو هنايا هي 8 سنتيم ديال لوغلي. قبل ما نديرو عندنا 8 سنتيم، ها هي خديتها هنا، ولكن قادو الثوب البنات الا يهرب لينا ضروري البنات ردوا البال الثوب من التحت. هنا غنخلي واحد نص سنتيم اللي غنقاد فيه سميتو، وغندير 8 سنتيم، ها هي 8 سنتيم. هنا هذا كنبداو ناخذ الطول ديال السيده، نشوف لكم هنا اللبان شبان لينا، ها هو هنا خدينا الكساف. الكتاف السيدة عندها 44 قسمناها على جوج عطاتنا 22 زائد جوج سنتيم ديال الخياطة هي 24. هنا كناخدو 9 سنتيم ديال التقويرة ديال هنا، كنهبطو بثلاثة سنتيم هاد الهبطة ديال الكتاف هنا في التقويرة، كنهبطو بحداش صافي. بالنسبة يا إما نديروها بيدينا يا إما نديروها بيروكي.
هي الهبطة اللي هبطنا بالكتاف هنا ان شاء الله. غنبينو دابا الهبطة ديال التركيز ديال التور دو بواطرين هنا. هاو شيا انتم غتلاحظوا باننا من هنا من كنا خدينا الابار في المانكار من هنا غنهبطو بالتركيز ديال السيدة. التركيز ديال السيدة هنا عندنا التركيز ديال السيدة عندنا 30 ها هي 30. منها غناخدو الدورة ديال الصدر ها هي الدورة ديال الصدر عندنا 32 32 زائد 2 سنتيم ديال الخياطة هي 34 ها هي. دابا هنا خدينا 34 كنشدو البيروكي وكنخدمو التركيز ديالنا. هما التركيز دابا من هنا غنهبطو تور دو طاي بطنا بربعطاش 14 سيدة حتى هنا عندنا 32 غتبقى هنا 32 زائد 2 سنتيم ديك يعني 34 يعني مغندخلوش في هاد الدخيلة غنبقاو خارجين مغنبغيش ندخلو حنا. غنهبط الباصة الباصة غنهبط ب 22 22 ومنها غنشوف الباصة شحال عندي عند السيدة. عندها 34 34 زائد 2 ديال الخياطة هي 36 صافي. ودابا غنبداو نلاقيو النقاط احنا صافي. وكنمشيو للنيشان هنا اردو البال في الجليد شحال غنديرو. انا خرجت ليا 44 مزيانة في الجليد. المهم 44 46 42 مزيانة في الجليد. المهم هذا هو ان شاء الله الفصالة ديالنا ديال هذا. دابا ما بقى لنا الا اننا شكرا الله نقطعو واحد 3 سنتيم 4 هنا على حسب الايفازي قد ما هاني ما بانش هنايا هنا في الجليد هطلعها كنطلعو تقريبا دابا شي 3 سنتيم. ممكن ان نطلعو اكثر قد ما كان الايفازي اكثر قد ما كتكون عندنا الطلعه اكبر.
وحده هانتو مدريات كنقولكم خدمتي، وحده كنخليها في عنقي وكناخد وحده. علاش كنخليها في عنقي؟ لان البنات ملي كتبنا لنادم خدام بعض المرات الله يستر ممكن هاد الضوفه هي تحطيها وما يقدكش الثوب ولا شي حاجه، سبحان الله بنادم كيسها تولي ضاربه هاد الضوفه ضاربه. لهذا انا ديما كنفضل انني كنخليها فوق عنقي باش كنبقى مرتاحه. وهذه اللي غنخدم بها هي اللي كناخد اللي غنخدموا بها الظهر. بالنسبه للظهر كنخرجوا سنتيم ديال الخياطه فقط وكنخدموا الظهر ديالنا ان شاء الله. هنا بشويه عليكم يعني خساره، ما كتبغيش الزربه ما كتبغيش تقلل التركيز. اذا ما كان عندك التركيز مزيان، اذا ما كنتي مرتاحه مزيان باش تخدمي الثوب على خاطرو تعطي هذاك، لان الخطا في الفصاله صعيب انه يتصلح، ماشي بحال الخياطه ولا شي حاجه اللي ممكن انك تفتقيها وتعاوديها. لا لا صافي ملي كيتضرب المقص الله يعافينا صعيبه. هانتوما حنا كنديرو بصبعي كنضرب هداك السنتيم ديال الخياطة هو هدا خارج. طبعا المدة الدرية راه كتولفو السنتيم أبي صبعكم كتولو عارفين شحال خرجتو. صافي زعما نديرو كنخليو واحد السنتيم شوش غيبان ليكم هنا. المهم هنا في هاد الهبطة مكنديروهاش بحال الظهر بحال اللور. شوفي لاباس ليكم الدريات، شوف كيبان ليكم هنا واحد السنتيم. أنا الظهر خارج شوية على القدام، ها القدام وها الظهر. احنا سالينا دابا قدام النار، حيت كنسيت هنا هنا كنهبطو بجوج سنتيم في الظهر في التقويرة ديال الظهر. ان شاء الله هادشي دابا غير اول مره، باذن الله مره اخرى ان شاء الله نعاودو ثاني نضبطو شي حويجات نقدر اليوم ما ركزناش فيهم نعاودو نركزو فيهم. واللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه راه التليفون بيناتنا، راه انك تقولي ليا انا نجاوب اختي في اي وقت. مرحبا بكم. هذا ثانية قلينا الكميمات، كميمات درنا زين في التركيز. Thank you.
حاجه اللي ديما مضره ليا انه التركيز هنا واش شي بال الدبيات شي بان لكم هنا في التركيز من هنا لهنا كندخلوا ب 14 ها هي ياك وكنهبطوا بالتركيز اللي هو 30 كنشدو واحد الخطيب هنا غنبداو نلعبو معاه غنصو ماي شي ساهل ماهل من هنا لهنا ها هو السنتيم شي درت من هاد النقطة لهاد النقطة غنتنيه على جوج على جوج باش عطيني المنتصف نعاود نشدو تاني من هنا لهاد النقطة الراس شتي حتى هويا غنوصلو ليها وغندير النص هادي هنا غنخرج بسنتيم ها هو سنتيم هنا من هاد النقطة الأخرى لهادي النقطة اللي درناها في الوسط هي غندير واحد النص ديالها ومن هنا غندخلو شي هنا خرجنا وهنا درنا العكس دخلنا هادي خرجنا وهادي دخلنا دابا بقينا غير نربطو الخيوط مع بعضها ها النقطة الأولى النقطة الله كرير بنات سرالية ندير قناة بالطباشير دابا وجي نجيو هنا كنقلبو ها هو هيا نجمعو صافي صافي البنات ها وكيجيك بحال هكا ها الدوبة اللي خليتها في عنقي هي اللي غنشدها دابا الدوبة الأخرى دارت ليا مع الظهر طرفتها كنكون هانية منها هي الظهر بقى ليا هذا غنديرو بيه الكميمات كنخرج سنتيم ديال الخياطة ها واحد السنتيم خرجتو شتيه ها هو كيخرج لان هنا في الكتاف كتخيطي هاد البلاصه ديال الكتاف عاد كتبداي تلصقيه معكم صافي وكنمشي تابع هاد الخطيط اللي درت هو راه خط ماشي خطيط ولكن ها هو جاني هو هذا صافي هنا نشوفو الطول ديالكم الطول ديالكم عندنا 61 زائد جوج سنتيم ديال الخياطة 61 62 63 هاهي حبيبتي 63 63 هنا راسلكم دابا على حساب كل وحدة هنا بالنسبة للسيدة غندير ليها 17 وهنا شوفوا بالنسبه لهنا بحال كنميلو هكا بحال كنبغيو نخرجو باش حتى لا تخيطات ما تجيش لينا ما تجيش لينا مشدوده من هنا نجي ان شاء الله مقاد احنا درجه غير هنا راه بزاف غنخليو السيده هاد العرض كامل هنا البنات باش نديرو هنا خليت لها 24 من هنا لهنا خليت لها 24 Thank you.
هون هم البنات شتي. علاش كنقولو تنديرو الظهر على الوجه هو الداخل والظهر كيبقى برا، باش هاد الطراس اللي كنديرو ما يخسرش لينا ما يوسخش لينا الثوب ديال السيده. هادشي راه غيتحيد لانه غير طباشير ماشي مشكله، ولكن باش تبقى عندنا بياسه نقيه ديال السيده. دابا بقى لينا غير القب. القب انا دايره فصل واحد كنخدم به باش مابقاش كل ساعه نحسب. تندير ان شاء الله ندير لكم باش منطولش لكم الدرس، ندير لكم ان شاء الله الدرس ديالو. دابا بقى لينا غنايا ان شاء الله غير نطراسيو القب ونقطعو، وان شاء الله نلقاكم ان شاء الله في درس اخر باذن الله. يلا السلام عليكم الحبابات.